وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشارحها هو الشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم وصلنا في قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الآيات التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى التي يعني ذكرها في هذا المصنف المختصر. الشيخ محمد خليل هراس في كتابه قال مباحث عامة حول آيات الصفات، وهذه تشبه كثيرا القواعد اللي احنا تكلمنا فيها في بداية الكتاب. فلعل الشيخ هراس كان قصده انه يؤخر هذه المباحث العامة بعد أن تتضح الصورة بطريقة كاملة في أذهان الطالب أو في ذهن الطالب الذي يقرأ الكتاب، فأخر تناول المباحث العامة أو القواعد العامة حول آيات الصفات إلى أن انتهى من هذه الآيات. ويعني لعله كان يعني لو قدمها بين الشرح كان الطالب سيعلم في على ماذا يعني يركز وعلى ماذا يستطيع ان هو يستنبط، والقاعدة العامة للصفات التي يسير عليها في الكتاب. فنقرأ يعني سريعا بعض هذه المباحث العامة حتى يعني لا نطيل فيها، خاصة ان احنا فصلناها قبل ذلك في بداية حديثنا في الكتاب. فقال: الاصل الاول، اتفق السلف على انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. الإيمان المجمل بالأسماء والصفات وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من أفعال. مثال ذلك القدرة، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. يعني تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع، وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع، وأن اسمه السميع وله صفة السمع، فتؤمن أن الله عز وجل اسمه البصير، وتؤمن بأن له صفة البصر، وأنه يبصر سبحانه وتعالى يكون هذا الفعل، فتؤمن بالصفة والاسم والفعل الذي قد يشتق منها. ولكن مدام يعني ذكرنا ذلك، فينبغي أن نقول القاعدة أيضا العامة اللي احنا ذكرناها، وكان بعض الإخوة اشتكى أنه هو يعني لا يفهم هذه القاعدة الفهم الجيد، وهو أن باب الأخبار أوسع من باب الإيه؟ أوسع من باب الأفعال. طب وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. طب يعني إيه؟ خلينا نفصل فيها بعض الشيء حتى نعيد. باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأفعال، يعني قد تخبر عن الله سبحانه وتعالى ببعض الأشياء وليس يعني في ذلك نفس الأمر يشتق منه فعل، يعني تخبر عن الله عز وجل ولا يشتق منه الفعل، وقد تخبر بفعل من الله سبحانه وتعالى عن فعل من الله سبحانه وتعالى ولكن لا يشتق منه ايه صفة او لا يشتق منه اسم. يعني مثلا زي ما احنا جينا تكلمنا في مسألة ان الله سبحانه وتعالى يستهزئ، ان الله سبحانه وتعالى يمكر، ان الله سبحانه وتعالى يكيد، وقلنا ان القاعدة مثلا في هذه الاسماء انها على او في هذه الافعال انها على سبيل الايه المقابلة، ده فعل من الله سبحانه وتعالى. الفعل ده لن أستطيع أن أنا أشتق منه الاسم، لن أستطيع أن أنا أشتق منه الاسم، ما أقدرش أقول أن الله سبحانه وتعالى كائد أو أن الله سبحانه وتعالى مستهزئ، لا هذا لا يجوز. طب إيه ليه كده؟ لسبب أن الصفة في إطلاقها ليست كمال بهذه الطريقة، وأن الصفة في حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء على سبيل المقابلة تكون كمال. والشيء الثاني أنه لم ترد الأدلة الشرعية التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى له اسم من أسمائه بهذه الأفعال. فلذلك باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع، أضيق منه شوية باب الأفعال، باب الأفعال أضيق منه شوية باب الإيه الصفات. طب أي صفة هستطيع أن أنا أشتق منها اسم؟ لا. ليه؟ لأن في بعض الصفات لم يأتي اشتقاق منها بعض الأسماء، فلا أستطيع أن أنا أشتق منها اسم ما دام لم يرد في الأدلة والآيات والنصوص الشرعية ما يدل على اشتقاق الأسماء منها. ولذلك مثلا عندنا صفة الإيه؟
صفه الكلام، هل استطيع ان انا اقول ان الله سبحانه وتعالى اسمه المتكلم؟ ما اقدرش. ليه؟ لان لم ترد النصوص الشرعيه. وان كان الله سبحانه وتعالى في حقيقه الامر هو يتكلم، بس انا اقدر اقول مثلا ان اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى المتكلم، لم ترد الادله على ذلك. يبقى انا اكتفي باثبات الايه؟ الصفه. اكتفي باثبات الصفه، وهطلع بقى منها. خلينا نرجع كده عكس ما كنا بنتكلم. بعد ما انا اثبتت الصفه هثبت ايه؟ الفعل اللي اعلى منه كده، الفعل. واللي اعلى من الفعل الايه؟ الاخبار عن الله عز وجل. يبقى انا ما دام وقفت عند الصفات هنا، هعرف ان انا اطلع اللي قبليها وهعرف اطلع اللي قبليها. طب انا وقفت عند الافعال، هعرف انزل في اللي تحتيها اللي هي الايه؟ الصفات والاسماء. يعني حضرتك تقصد ان الهرم مقلوب؟ لا مش هرم مقلوب. خلينا دلوقتي سلسله ماشيه باسهم، يعني اخبار، سهم تاني يوصل للافعال، سهم تالت يوصل للصفات، سهم تالت يوصل للاسماء. مش هينفع اقلب السهم، مش هينفع اقول ان الصفات، ان الاخبار، كل اخبار عن الله عز وجل اقدر ان انا اطلع منه فعل. اه ده ينفع او كده؟ لا مش كده، مش كده. اه ممكن، اه ممكن تيجي، اه افعال اوسع من الصفات، ممكن تيجي. اه جميل. يبقى ممكن يعني هرم مقلوب، ممكن يبقى نسميها ممكن هرم مقلوب كده. بس هو في نفس الوقت برضو انا في لو الهرم المقلوب ده مشكلته هيبقى الكلام فيه ايه؟ ان في الاخر ممكن نقول ان الصفات او الاسماء اقل من الاخبار. فيعني احنا خلينا نمشي ان هي تسلسل افضل من الهرم المقلوب. كل اسم له صفه وكل صفه لها فعل. تاني كده، كل اسم له صفه، كل اسم ليه صفه، صح؟ كل صفه لها فعل. الله يفتح عليك. يبقى كده لو جينا عكسناها يبقى كده بالعكس ده صحيح. لو انا جيت مشيت من العكس، لو جيت قلت كل اسم، يعني زي اسم ايه مثلا؟ خلينا نطلع نفكر في الاسماء اللي احنا درسناها. الرحمن، الرحمن ليه صفه ولا ملوش؟ بعرف اشتق منه صفه ولا لا؟ اللي هي ايه؟ الرحمه. طيب اقدر اقول ان الله سبحانه وتعالى بيرحم؟ ده فعل اهو، صح؟ ينفع اقول طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيرحم. طب ينفع اخبر عن الله عز وجل بانه يرحم ورحيم وارحم عباده وكذا؟ ينفع اخبر طبعا عن الله سبحانه وتعالى. طب خلينا نطلع حاجه ثانيه، اي حاجه ونعرف نحطها هي فين ونوصل. اي حاجه تخطر ببالنا كده، زي ايه مثلا؟ السميع. خلينا نوصل السميع، نجيبها من تحت. السميع ده اسم ولا صفه؟ اسم. يبقى هنا اسم، هشتق منه الصفه ولا لا؟ يشتق منه الصفه اللي هي الايه؟ السمع. اشتق منه الفعل ولا لا؟ اللي هو ايه؟ يسمع. اشتق منه، اشتق منه الاخبار عن الله سبحانه وتعالى بانه سمع ويسمع ويسمع ما يكون. ينفع اخبر عن الله عز وجل بهذه الصفه. طب خلينا برضو اخر مثال كده، خلينا برضو الودود. الودود ده ايه؟ اسم. طب يبقى اشتق منه صفه ايه؟ الود. طيب هشتق منه فعل ايه؟ ان الله يود، تمام؟ او يعني المودة، دي الصفة. طيب الاخبار هينفع ما دام برضو اخبر عن الله عز وجل بانه يود عباده، انه يغفر لهم وانه يرحمهم وانه يعفو عنه. طب العفو، طيب اقول حضرتك المال، لو انا قلت الماكر، ايوه الماكر. الماكر ده ايه؟ لا ما تخليناش نقول الماكر، لان هو الماكر ده مش اسم. خلينا ناتي بيه من الدليل الشرعي. ورد في صفة في الفعل ايه؟ ورد ايه الآية؟ إيه الآية؟ إيه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير الماكرين، بس هنا ما وردش أن الله سبحانه وتعالى ماكر، لا، خير الماكرين، خير من يمكر. ما وردش هنا التسمي باسم، هنا وصف مقيد على سبيل المقابلة، على سبيل خير الماكرين. ولم يقل الله سبحانه وتعالى وهو من الماكرين مثلا، أو وهو ماكر، على عكس الآيات التانية إن الله سبحانه وتعالى لما يذكر مثلا المغفرة أو الرحمة أو القدرة فيقول وهو العلي الحكيم وكان عليما حكيما وكان كذا. في نهاية الآية المناسبة للسياق تجد الاسم يناسب السياق دايما اللي قبليه، فتجد الله عز وجل يسمي الاسم ويشمل معه الصفة. طب يمكرون ويمكر الله، ده إيه؟ ده فعل. هحطه في إيه؟ في السلسلة اللي إحنا بنتكلم فيها، في الفعل. الفعل يمكر، هينفع أنزل منه إن أنا أقول اللي قبليه ان هو له صفه المكر على الاطلاق؟ لا مش هينفع. طب ليه؟ لانها جاءت في النصوص اصلا مقيده، جاءت على سبيل المقابله، جاءت على سبيل المقابله، لم تاتي على سبيل الاطلاق. ولذلك هطلع ينفع ان انا اخبر عن الله عز وجل انه يمكر بالكافرين؟ هنا الاخبار اوسع من الافعال. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع. ليه؟ لان باب الاخبار اوسع،
ويمكر الله سبحانه وتعالى بالماكرين، ويمكر الله عز وجل بالكافرين، ويكيد الله سبحانه وتعالى بالمنافقين والكافرين، ينفع؟ يبقى دي في هذه الحالة يستطيع ان انا استخدمه على صفة الفعل، واستطيع ان انا استخدمه على صفة الايه الاخبار. ما اقدرش انزل للي قبليه ان انا اقول صفة لله عز وجل المكر الكيد، لا لا يجوز. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما وضعها في النصوص الشرعية وضعها على سبيل المقابلة. المقابلة يعني ايه؟ انه يقابل فعل الماكرين بفعل منه سبحانه وتعالى انه يمكر به، انه يقابل فعل المستهزئين بان الله سبحانه وتعالى يستهزئ به. وصلت كده؟ في اي اشكال فيها؟ وثم ذكر بعد ذلك الاصل الثاني، فقال دلت هذه النصوص القرآنية على ان صفات الباري قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها ازلا وابدا. طب دي زي صفات ايه؟ خلينا كده من غير ما نبص احنا بقى بمدرستنا ومذاكرتنا، الصفات الذاتيه التي لا ينفك عنها الله سبحانه وتعالى ولا تنفك عنها ذات الله، العلم، القدره، السمع، البصر، الايه، العزه، دي كلها صفات ذاتيه لا ينفك. طب يعني ايه لا ينفك عنها؟ ما انا عايز ابسط عن كده، لا ينفك عنها يعني هل اقدر اجي اقول ان ربنا في وقت قادر وفي وقت مش قادر؟ لا ما ينفعش، ده هو كان ولا زال. هل اقدر فاقول في وقت ان ربنا عزيز وفي وقت تاني مش عزيز؟ والعياذ بالله ما اقدرش، حاشا لله سبحانه وتعالى. فلذلك دي تبقى اسمها صفه ذاتيه لا تنفك عنها ذات الله سبحانه وتعالى. طيب الشيء الثاني في صفات الله سبحانه وتعالى صفات فعليه تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن في الوقت الذي يشيء الله. وذلك يعني ضرب له مثلا أمثلة بصفة المجيء، بصفة الإتيان، بصفة النزول، بصفة الرضا. هل يرضى الله سبحانه وتعالى في كل وقت ولا يرضى على بعض الناس وعن بعض الناس يغضب عليهم؟ فقد يرضى عن فلان لأنه مؤمن وإنسان مطيع، وقد يغضب على فلان لأنه إنسان عاصي أو كافر أو مخالف للدين. فلذلك فهذه صفات تسمى صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله، يفعلها سبحانه متى شاء وبقدرته سبحانه وتعالى. يبقى دي اسمها صفات إيه؟ فعلية. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. طب الاصل ده هيفيدنا في ايه في كل الايات اللي احنا اتكلمنا عنها؟ ان انا لما اجي اتكلم عن اي صفه ما يجيش يخطر ببالي ان انا اماثل هذه الصفه للمخلوقين. وده اللي وقع فيه الفرق الاخرى، كل ما يتكلم عن صفه الوجه ولا اليد ولا العين ولا البصر اول حاجه بتخطر بباله ان هو يشابهها بصفه المخلوقين، فيريد ان ينزه الله سبحانه وتعالى فينفي ويحرف هذه الصفه. لا، هو من البدايه ليس كمثله شيء. لما تتكلم عن صفات الله عز وجل ككلامك بالظبط عن ذات الله، هل ذات الله سبحانه وتعالى كذات المخلوقين؟ لا، مش كذات المخلوقين. يبقى صفات الله زي صفات المخلوقين؟ لا، ليست كصفات المخلوقين. فهذا الأصل الثالث. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد من الكتاب به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما. طب ليه هو بيقول كده؟ لأن بعض العلماء ممن ينسب لأهل السنة يعني الإمام البيهقي مثلا رحمه الله تعالى جاء في كتابه في الأسماء والصفات وتكلم عن الأسماء والصفات، الصفات الذاتية قبلها كلها، ويأتي على الصفات الفعلية ويبدأ أن هو يتأول هذه الصفة ويذهب بها معنى مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالصفات الذاتيه مش فيها كويس جدا على عقيده اهل السنه والجماعه، ياتي في الصفات الفعليه يقول بقول للاسف مخالف لاهل السنه والجماعه. وخالف في هذا الاصل فريقان. الفريق الاول هم الجهميه، ينفون الاسماء والصفات جميعا، والاشهر عند الجهميه انهم يثبتون صفه الايه اللي احنا قلنا قبل كده الوجود، ده الاشهر. والمعتزله فانهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وحي بلا حياة. طيب هل الأشهر عند المعتزلة احنا قلنا ايه؟ ان هما بيثبتوا ثلاث صفات، العلم والقدرة والايه والحياة، ده الأشهر عند المعتزلة. وأما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل،
وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل كل هذه الفرق محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. أن نثبت صفات الله سبحانه وتعالى كلها سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية أو خبرية أو نحو ذلك. ثم قال فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في سنة رسول الله يعني وكأنه يعني يعطف ذلك على ما كنا تكلمنا به في البداية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. ثم في سنة رسول الله، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وذلك لأن كثير السنة لما تكلم الإمام أو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن القرآن، فالحجة مع أهل السنة في إثبات الصفات التي وردت في الآيات القرآنية. تأتي في الحديث بيحدث هناك اختلاف من بعض الفرق مع أهل السنة والجماعة في ذلك، لأنهم يعني خالفوا أهل السنة والجماعة في الاحتجاج أصلا بالأحاديث. ولذلك كثير من الفرق المبتدعة تقول أن العقيدة لا تثبت إلا بالآيات وبالأحاديث المتواترة. العقيدة لا تثبت إلا بالآيات والأحاديث المتواترة. والصحيح في قول أهل السنة والجماعة أن العقيدة تثبت بالآيات والأحاديث الصحيحة، سواء كانت متواترة أو أحاد. أنتوا خدتوا الأحاديث، الفرق ما بين الحديث المتواتر والأحاد. فالحديث المتواتر يثبت به أو يثبت به العقيدة، وحديث الأحاد يثبت به العقيدة. طيب، هل حديث الأحاد هم يعني يقيمون الحجة أو يحاولون أن هم يبطلوا حجية حديث الأحاد بأن حديث الأحاد لا تفيد العلم اليقيني؟ وقد يوافق أهل السنة أحيانا بعض هذه الفرق في أن حديث الأحاد لا تفيد فعلا العلم اليقيني، ولكن بعض أهل السنة والجماعة قال أن الحديث الأحاد تفيد الطمأنينة في اليقين. بعض أهل السنة والجماعة قال أنها تفيد الطمأنينة في اليقين، يعني الحديث الصحيح الذي جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته، ولكنه ليس متواترا، يعني لعل رواه واحد أو اثنين من الصحابة، ثم في طبقة التابعين واحد أو اثنين أيضا أو نحو ذلك، ثم وصل إلينا واشتهر بعد ذلك. والضابط دائما في أحاديث التواتر في الطبقات الأولى، في أحاديث في يعني الصحابة في مرحلة أو في طبقة الصحابة، ده ضابط الحديث متواتر أو غير متواتر. فلو افترضنا أن صحابي أو اثنين روى والحديث سندا صحيح، والحديث نعلم أنه صح السند بفلان عن فلان عن فلان في عدة روايات، ولكنه لم يبلغ حد التواتر، فقال أنه يفوت طمأنينة في اليقين، أنك تطمئن إلى أن هذا الحديث قد صح. فلذلك فلا حجة لهم في أن يبطلوا الاحتجاج به في العقيدة، لأنك كثيرا ما تخبر بأخبار يأتيك بها واحد أو اثنين وأنت تعلم صدق هؤلاء وضبط هؤلاء ومدى دقتهم في نقل الأخبار فتصدقهم. ولذلك هذا ثبت في كثير من الأحاديث والأفعال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل خبر الواحد، ومن بعده قبل أبو بكر خبر الواحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي الواحد لكثير من الملوك والرؤساء في الخطابات التي كان يرسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن خبر الواحد لا يكون يقينا ولا يعلم به لما أرسل هذا الرسال والخطاب لقيصر أو كسرى أو مقوقس أو نحو ذلك، لأن أبسط حاجة كان المقوقس هيعتذر ويقول والله أنا لم يأتيني الخبر اليقيني وإنما جاءني خبر إيه أحاد. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إنسان ثقة ضابط حافظ يعني أمين ويوصل هذه الرسالة فهذا يفيد العمل. ولذلك الصحيح من كلام أهل السنة والجماعة أن سواء الحديث الأحاد أفاد اليقين أو الظن أو الطمأنينة أو غير ذلك فإنه يفيد وجوب العمل. هذا شق ينبغي أن ينفصل عن هل يعمل بالحديث أو لا. الفرق المبتدعة والتي أخطأت في فهم أحاديث الأحاد في السنة لما يعني ضلت في فهم أحاديث الأحاد قالت هي تفيد الظن ولا تفيد العمل، يبقى هي ظن وأنا ما أقدرش أعمل بالظن،
طب سبحان الله وهم يأتون بعد ذلك ويستدلون زي ما احنا تكلمنا قبل ذلك في كثير من الصفات بأبيات لبعض النصارى أو لأبيات لا يعلم نسبتها أصلا لهذا الشاعر أو ببعض أقوال بعض العلماء ويؤصلون ذلك وهو قول أيضا عالم، فسبحان الله هم يضطربون في إثبات ذلك. فلذلك فالصحيح أن حديث الأحاد سواء أفادت الظن أو اليقين أو الطمأنين أو غير ذلك فإنها تفيد وجوب العمل به والاعتقاد. ولذلك ما إن أتى حديث وصحت نسبته إلى رسول الله إلا ووجب الإيمان بما فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام في ذلك التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، يكون الحديث صحيح سندا ومتنا وليس فيه من الشذوذ ولا العلة وليس فيه من الاضطراب في السند ولا في المتن، وتقبله أهل المعرفة بحديث رسول الله بالقبول فيعمل به على الفرضية وعلى الوجوب ولا يصح إنكار ذلك. ومن أنكر ذلك فقد وقع في بدعة قد تكون والعياذ بالله بدعة مغلظة إن تعمد رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ثم في سنة رسول الله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. يبقى معنى ذلك ان احنا فهمنا من كلام شيخ الاسلام تيمية انه يعني قال ان السنة مع القرآن تأتي على عدة اوجه، تأتي على عدة اوجه. الوجه الاول هو السنة المقررة، السنة المقررة يعني ايه المقررة؟ التي تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن، وهذا يعني كقول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فهذا يؤكد على ما جاء في مثاله في السنة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام أو قال بني الإسلام على خمس ومنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا مصداق وتقرير وتأكيد لما جاء في القرآن. وقد تأتي السنة مفسرة ومبينة وموضحة لبعض آيات القرآن، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحسنى على أنها الجنة والزيادة أنها إيه؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ووضح القرآن ببيان، ولذلك هذه سنة مبينة أو موضحة أو مفسرة. وقد تكون أيضا يدخل أو يدخل في هذه السنة المبينة أو الموضحة ما أتى مجملا في القرآن وفصلته السنة. زي إيه مثلا؟ الصلاة. زي الصلاة، هل أتت هيئة الصلاة مبينة وموضحة ومفصلة في القرآن؟ لا، أتى الأمر العام بإقامة الصلاة. طب نقيم الصلاة إزاي؟ نصلي ازاي ونسجد ازاي ونركع ازاي ونقول ايه بالضبط في الصلاة والتسبيح والتكبير وإلا الواجبات فيها وإلا أركانه؟ لم يأتي ذلك إلا ايه في السنة. طيب مقدار الزكاة، هل علمنا من القرآن نصاب الزكاة ومتى يعني نخرج الزكاة وفروض الزكاة وشروط الزكاة؟ لم نعلم ذلك إلا من السنة. فبذلك تكون هذه السنة قد وضحت وفصلت المجمل في القرآن. الشيء الثالث من يعني أوجه السنة أن تكون مستقلة بالتشريع، أن تكون السنة مستقلة بالتشريع، وهذا كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجمع المرأة مع عمتها وخالتها، وقال فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم الأرحام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن تجمع المرأة مع عمتها وخالتها في الزواج. كذلك أيضا يعني أتت كثير من أداب الأكل والشراب والطعام والنوم وغير ذلك، كل هذه الأشياء جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. الشيء اللي أتى أيضا فيه السنة ولم يأتي فيه القرآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن تؤكل لحوم الحمر الأهلية، هل نجد في القرآن نهي عن الحمر الأهلية؟ طب لماذا ينهى عنه؟ ينهى عنه لأن السنة جاءت بالأحاديث الصحيحة في ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن يعني زواج المتعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمص الذي هو الأخذ من شعر الحاجب، نهى عن التفليج للحسن، ونهى عن كثير من الأشياء كالوصل والوصال في الشعر، نهى عن التمائم، نهى عن
الذبح أو يعني الشر أو النذر لغير الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء لم تأتي في القرآن، وإنما جاءت السنة في ذلك مستقلة عن القرآن فيه. والدرجة يعني بعض العلماء أضاف وجها رابعا، يبقى ممكن نحن نذكر ثلاثة أوجه بس، أو بعض العلماء أضاف وجها رابعا وقال أن السنة منها ما يأتي ناسخ للقرآن، يعني ينسخ القرآن، وذلك صحيح ويعني معلوم في الدين، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية إيه؟ لوارث، لا وصية لوارث. وهذه نسخت قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إيه؟ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وصية لأزواجهم، فهذه وصية لا. ثم بعد ذلك نسخ الأمر فأصبح لا يجوز أن يوصى للوارث، فلا تكون وصية لزوج ولا تكون وصية لابن في أموال أو نحو ذلك، إذا ما كان يرث هذه الأموال فلا يجوز أن يوصى لوارث. و... نسخ لا ده نسخ، ده إلغاء للحكم خالص، وصية لأزواجه. الحديث لا وصية لوارث فنسخ. والحقيقة أن الأمر في قول كثير من الناس أن السنة تأتي في المرتبة الثانية في التشريع هذا يكثر. هل يجوز المرتبة الأدنى تنسخ المرتبة الأعلى؟ ما هو دي المسألة دي اللي احنا هنتكلم عنها حالا، اللي احنا نفصلها الآن. يأتي في كثير من كلام العلماء أن السنة هي صاحبة المرتبة الثانية في التشريع، وهذا يكثر على لسان كثير من الناس، وهذا الذي قد يعني يجعل هذا السؤال وارد، هل يجوز أن تنسخ السنة القرآن وهي في المرتبة الثانية؟ والحقيقة أن ترتيب أصلا السنة أنها في المرتبة الثانية هذا ترتيب خاطئ، يعني هذا ترتيب خاطئ. ولذلك الحديث المشهور الذي رتبت فيه السنة أنها في المرتبة الثانية في الاستدلال بعد القرآن، حديث معاذ المشهور لما أرسله فقال له فإن لم أجد في كتاب الله نظرت في قول رسول الله ولم قال، يعني أنظر في القرآن الأول ثم في السنة. هذا الحديث أصلا ضعيف سندا، ضعيف سندا. لماذا؟ وهو ضعيف في المتن أيضا، ضعيف سندا وضعيف متنا. طب ضعيف في المتن ليه؟ لأنه قد ينظر في السنة قبل القرآن. الأحاديث اللي احنا قلناها دلوقتي أنها نهت بعض الأشياء لم تأتي في القرآن، لو أراد أن ينظر في تشريع فيها هل هينظر في القرآن الأول ولا في السنة؟ هينظر في السنة الأول، لأنها ليس لها مثيل وليس لها نظير في القرآن أصلا، عن نهي عن الحمر الأهلية وأن تجمع المرأة مع زوجتها وخالتها وغير ذلك من الأشياء الواردة، فهذه ليس لها مثيل أصلا في القرآن وليس لها أصل واضح في القرآن إلا المحرمات المشابهة، ولكن لم تأتي نصا في القرآن. ولذلك السنة في الحقيقة هي مصدر تشريعي كالقرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن إيه؟ ومثله معه، وده شيء أهم جدا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك قال النبي في نفس الحديث ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحريم الرسول زي تحريم الله عز وجل، لأن هذا وحي وهذا وحي وما ينطق عن الهوى. ولذلك هذا يعني يقودنا إلى حديث هام في مدى الخبل للأسف الذي يخرج من ألسنة بعض الناس، ويأتي ويقول والله النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من هواء، يتكلم من هواء، ده يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ بينطق عن الهوى، يبقى معنى ذلك أنه أصلا بيطعن في القرآن، والله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الإيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طب هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه يجتهد، يجوز له أنه يجتهد من غير وحي، ولا يأتي الوحي بعد ذلك إلا مصححا أو مخطئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتهد، في فرق ما بينه يجتهد وفي فرق أنه يقول أنه يتكلم عن هوى. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أبدا، لأن الهوى هذا معناه أنه يتكلم بما تشتهيه نفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاد شرعي بما أوتي من علم وبما أوتي من وحي، فيخطئ ويصيب زي ما حدث وتكلمنا قبل ذلك في دروس السيرة عن حديث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر، ولم يكن في ذلك نص، ولما نزل القرآن بعد ذلك وضح الموقف الصحيح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يفعله. ولذلك ما من اجتهاد
يجتهده النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بعد ذلك تصحيح له وتأكيد له أو تخطيء له أو معاتبة له إن كان قد اجتهد ولم يكن هو الشيء الصحيح في هذا الموطن من الاجتهاد. ولذلك الصحيح أن قول بعض العلماء أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع يطلق عليه ترتيب أدبي وليس ترتيب عددي. ترتيب أدبي يعني إيه؟ أدبا مع القرآن، أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فنقول هي المصدر الأول للتشريع أدبا وليس عددا، يعني ليس واحد اثنين ثلاثة، لا ده ولكن فقط أدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى، أن يوضع في مصادر التشريع والاستنباط والأدلة ونحو ذلك قبل السنة. هذا ما دأب عليه العلماء دوما حتى في استنباطهم، أنهم ما إن يستدلوا إلا ويذكروا قول الله سبحانه وتعالى أولا، فإن لم يجدوا ما يحرم أو يحلل أو يدل على المسألة التي يتكلمون فيها يبحثون عن ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك السنة والقرآن كلاهما وحي كما نعلم، السنة والقرآن كلاهما وحي، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن بلفظه ومعناه، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى ولكنها بلفظ ومعنى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصحيح أن السنة قد تستقل بالتشريع، الصحيح أن السنة قد تستقل بالتشريع كالقرآن، ويستفاد منها العلم كما يستفاد أيضا العلم من القرآن. ولذلك حتى هذا في كلام الشيخ الراس رحمه الله تعالى، والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه، هذا نحمله على الترتيب الأدبي وهذا أولى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة هي السنة، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال آمرا للنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مقصود بها أيضا السنة. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، وهذا للأسف مطعن شديد، للأسف بيطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجات، درجة منها قد يطعن في الحديث مباشرة بحجة أنه يخالف العقل، وهذا باطل ما دام صح الحديث سندا ومتنا وقبله أهل المعرفة والعلم والحديث قبل ذلك، فيجب علينا أن نؤمن به. طب يخالف العقل، أي عقل بقى يخالف؟ عقل مين؟ عقلك ولا عقلي؟ أنا عقلي قابل الحديث، أنت عقلك مش قابله، طب ليه بتحكم بعقلك على عقلي؟ فلذلك الصحيح في ذلك أن الكثير من الناس للأسف بيعمل عقله فيما لا موطن لإعمال العقل فيه، فالأشياء الغيبية لا يعمل العقل فيها. واحد بيخبرك عن بلد اسمها مثلا دولة أيا كانت توجو وتقع في أفريقيا، هل يجوز أن أنت تعمل عقلك وتقول والله ده بعقلي كده يبقى عاصمة البلد دي كذا، وبعقلي دي يبقى تقريبا يعني مساحة البلد دي كذا، وبعقلي دي أكيد عدد السكان كذا؟ مستحيل، هذا لا يعقل أصلا. فلماذا إذن أنت ترفض أو تقبل بعقلك شيء لم تره ولم تشاهده، إنما غيب أخبر الله سبحانه وتعالى به أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك طعن الحديث في السنة الآن قد لا يطعن مباشرة في الحديث، ولأن هذا يعني يخالف الفطر، ولكن يبدأ يطعن في إيه؟ في البخاري ومسلم، ويقول والله جمعت هذه الأحاديث بعد عشرات السنين وبعد قرنين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هي جمعت بس قبل الكلام ده كله كان الحديث دي طايرة في الهواء، أو مثلا بتسبح في الماء أو في بطن الحوت؟ ما قبل جمع البخاري رحمه الله تعالى الأحاديث كانت هذه الأحاديث محفوظة في الكتب وفي الصدور أيضا، فلم يأتي البخاري ليخترع هذه الأحاديث، وإنما كانت سندا متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يجمعها بعد ذلك. وكذلك أيضا من أساليب الطعن الحديث في السنة أيضا بأن يطعن في مسألة كتابة السنة، متى كتبت السنة؟ ولم تكتب السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتبت في عهد الرسول، كتب بعض الأجزاء من السنة، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لفلان لما أتى في فتح مكة، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة، وكان يقول أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو بن العاص أحفظ منه لأنه كان يكتب ولا أكتب، فثبت أن هناك أشياء كتبت
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أن السنة لم تكتب يعني كلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كتب منها أشياء ثم تناقلها الناس بعد ذلك حفظا وكتابة، وإلى أن أتت إلينا بسند متصل صحيح. فلذلك هذه للأسف أساليب في حقيقة الأمر تهدف إلى هدم الدين، إلى هدم الدين. هو مش عايز يهدم السنة بس، ده عايز يهدم السنة وبعد ذلك يهدم الدين، ويصل في الآخر للإلحاد. هذه درجة في سلم الإلحاد، إن هو ما في سنة ولا في قرآن. ده احنا طلع بيضحك علينا بقالنا 14 سنة بيضحك علينا، والموضوع أصلا ما فيش لا دين ولا سنة ولا قرآن ولا في ربنا ولا في أي حاجة. هو هذه درجات في ألسنة هؤلاء، ولذلك لأي حادثة تحدث الآن أول ما يطعن بيبدأ يطعن إيه في الدين. حرقوا فلان، حرقوا فلان، ده أبو بكر عمل كده. شوفوا شايفين أبو بكر؟ أهو أبو بكر، آدي أبو بكر الوحش اللي أنتم بتتبعوه وبتسمعوا كلامه وبتقولوا خليفة. سبحان الله، يعني العرض أبي بكر يعني عندنا أعظم من عرض بني البشر أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. فلأن يتكلم في أبي بكر لغل وحقد دفين في هؤلاء، محاولة أيضا في طعن الدين، بيستغل أي حديثة ليطعن في الدين ويطعن في الصحابة ويطعن في السنة ويطعن في أحاديث رسول الله، بل يطعن في أحاديث رسول الله نفسه وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج واحد يقول لك والله ما كانش فيه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حلاقين، عشان كده الرسول لم يحلق لحياته. فكأن الرسول كان عايش في الغابة مثلا، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش في كهف في غابة، والعياذ بالله. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني علم العالم كله العلم والحضارة والأدب والأخلاق والثقافة، ثم يأتي مثل هذا الجاهل ويقول هذه الكلمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يخرس ألسنتهم وأن ينزل عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى وسخط، وأن تقر أعيننا بذلة هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. فالمراد أن السنة لها حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين، وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة فريقان. فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن. وهؤلاء قالوا لا تؤخذ العقائد كما قلنا إلا من القرآن والمتواتر. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها، ودول أقرب للأشاعرة، متأخر الأشاعرة. ولذلك عجيب جدا أن أنت ترى واحد أشعاري الآن ويرد الأحاديث بحجة أنها أحاديث أحاد. أصلا يعني من سبقه من الأشاعرة لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يقبلون الحديث ويحاولون هو يؤول الصفة أو يحرف الصفة. فهذا عجيب في مذهب الأشاعرة المعاصرين الآن. وقال شيخ الإسلام: وما وصف الرسول به ربه، وهذا يدل على أن ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه له نفس حكم ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه من الأحاديث الصحيح بشرط صحتها وصحة نسبتها وسندها إلى رسول الله، وجب الإيمان بها. يبقى فرض على الإنسان المؤمن الذي يبلغه هذا الحديث أن يؤمن بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى. ثم راح يذكر بعض الأحاديث التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أو قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فهذا الحديث متواتر، روي عن قرابة 28 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنزول صفة من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى تثبتها السنة، وهذه مما تستقل السنة بذكرها عن القرآن، ولم تثبت بالقرآن، ولكن صح الحديث فوجب الإيمان بصفة النزول لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة قد تقبلوا وتلقوا هذه الأحاديث بالقبول، ولم يذكر أن اعترض رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه الصفات، صفة النزول، ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان بعد ما يقرأ كل حديث من هذه الأحاديث يحذر الناس ويقول والله إياكم أن تفهموها على ظاهرها، ده المقصود بها نزول كذا ونزول كذا وليس نزول الله سبحانه وتعالى. فلما لم يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نعلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل على أن مراد هذه الصفات هو المقصود، أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. اعترض يعني عندنا على هذه مسألة أقوال الفرق المبتدعة، فقالوا يعني أن النزول المقصود به، وخاصة الذين قالوا ذلك هم الأشاعرة، قالوا أن النزول المقصود به هو نزول الرحمة، رحمة الله عز وجل هي التي تتنزل في الثلث الأخير. وقالوا أيضا نزول الملك، ملك من الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام عجيب. يعني هل الملك هينزل ويتكلم فيقول من يدعوني، أم أن الملك سينزل وربنا سبحانه وتعالى يتكلم وهو مستوي على عرشه، ولا هل ربنا سبحانه وتعالى سيتنزل وهو في قولكم أو أمر، يعني الكلام الذي يقولونه أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أن الأمر سيتنزل والملك سيتنزل، طب سيتنزل من عند من؟ يعني إذا كان ذلك وهم على ما يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا كلام كما فصلنا فيه قبل ذلك وقلنا أنه خطأ، وأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، طب هيتنزل الملك ده هيتنزل من عند مين؟ والأمر الذي تقولون أنه سينزل، سينزل من عند من؟ والرحمة التي تقولون أنها ستنزل لما يتأولون، ستنزل من عند من؟ إذا كان أنتم تقولون أن الله أصلا في كل مكان، فلذلك كلامهم مضطرب، ويعني لذلك تأويلهم غير صحيح. ولذلك بعض الأشاعرة كالجويني لما ذكر هذه الصفات راح يعني يتكلم بكلام طويل ملخصه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الأحاديث ويتلو هذه الأحاديث على الناس، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الأحاديث بعد قراءتها، ولم يكن الصحابة يعني فيهم إلا بعض العلماء وبعض الذين يفقهون في الكلمات ومرادها، وكان فيهم كثير من البسطاء والأعراب الذين لعل هذه الكلمات لا تفهم عندهم إلا على ظاهرها، فإن كانت بخلاف الظاهر كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تأويل هذا الظاهر. فالجويني نفسه لما تكلم اضطرب، فقال يعني أنا أتعجب وهذا لا أجد له عندي سؤالا أو جوابا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الصفات على ظاهرها ثم لا ينكر ظاهرها ولا يحاول أن هو يؤول ظاهرها، فاضطرب الجويني يعني حين قرأ هذه الأشياء، فقال فكل ما كنت أقرأ هذا الكلام أو أسمعه يرد في نفسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الكلام الذي نقوله بعدها من التأويل أو التحريف أو نحو ذلك. فهذا يعني ملخص أو ما معنى كلام الجويني في ذلك. ترد عندنا إشكال في إثبات هذا عند أهل السنة والجماعة، هل لما نتكلم ونقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو أن الله سبحانه وتعالى كما ثبت أيضا أنه يعني ينزل عشية عرفة فيباهي بعباده، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يجيء ويأتي في يوم القيامة ليفصل بين الناس، هيرد عندنا سؤال، هل لما ينزل الله سبحانه وتعالى هل يخلو منه العرش ولا لا يخلو العرش؟ إيه رأيكم؟ إيه؟ الله أعلم. إحنا واخدين بقى قواعد وأسماء صفات، جاوبوا أنتوا بقى. إيه تاني؟ مفيش دليل على إيه؟ اللي قال ان الله يخلو من العرش او كده، احنا ما بنتكلمش فيها اخبار. مظبوط، ايوه صح، الله يفتح عليكم. ده ورد اشكال عند بعض الناس، يعني فريق من اهل السنه والجماعه منهم، والارجح في ذلك ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه، لان بعض اهل السنه والجماعه قالوا ان الله سبحانه وتعالى حين ينزل يخلو منه عرشه، ده قليل من أهل السنة والجماعة، والبعض الآخر قال لا، أن الله سبحانه وتعالى لما ينزل يكون تحت العرش، ولذلك رد شيخ الإسلام تيمية على ذلك ردود قيمة وطويلة، ولكن الراجح إلى ما وصل إليه في النهاية أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكما أن نزول الله سبحانه وتعالى ليس كنزول البشر، فكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى
يعني أخبرنا أنه على العرش استوى. ولذلك رجح شيخ الإسلام تيمية أن الله سبحانه وتعالى حين يتنزل هو أيضا مستوى على العرش. كيف؟ لا نعلم، لأن أهل السنة الجماعة يعني يفهمون المعنى الظاهر ولكن يفوضون الإيه؟ الكيفية. نفوض الكيفية، طب إزاي وفين وإمتى وحصل، هذا كله لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، فلذلك لا نكلف أنفسنا بحثا فيها أو تأويلا لها. وهو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه على العرش استوى، وأخبرنا أيضا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، أو أنه ينزل عشية عرفة، أو نحو هذه الأحاديث التي تثبت صفة النزول. ولذلك يعني قال يعني بعض الناس تكلموا في مسألة متصلة بذلك، هل يثبت الحركة لله سبحانه وتعالى؟ ما هو النزول ده في عرفنا احنا ايه؟ حركة. طيب النزول بقى هل يثبت حركة لله سبحانه وتعالى او لا يثبت؟ فالإمام احمد رحمه الله تعالى رأى او سمع بعض الناس يقول هو عايز ينفي الحركة عن الله عز وجل لانها لم ترد في الآيات او في الأحاديث، فسمع بعض الناس يقول ينزل الله سبحانه وتعالى بغير حركة ولا انتقال، ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا بغير حال. هو الراجل عايز ايه؟ ينزل. هو بيؤمن بعقيدة الايه؟ اهل السنة الجماعة ان الله سبحانه وتعالى ينزل، ولكن هو عايز ينفي النزول العقلي اللي احنا بنشبه به المخلوق الخالق بعقولنا، فقال ينزل بغير حال ولا حركة. فلذلك انكر عليه الامام احمد رحمه الله تعالى ذلك، وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل كما قال يعني توقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربه منك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينزل، وربنا سبحانه وتعالى قال أنه مستوى على عرش، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وينزل، هل يثبت له الحركة؟ لم يأتي حديث يثبت الحركة، فيبقى لا نثبتها ولا ننفيها، لا نثبتها ولا ننفيها. ما نقولش ربنا سبحانه وتعالى لا يتحرك، وما نقولش في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يتحرك، لأنه لا يأتي دليل معنا يثبت الحركة، ولم يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بإثبات الحركة لله سبحانه وتعالى، ولم ينفي أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم الحركة، بل نقف عند النصوص الشرعية، بل نقف عند النصوص الشرعية. فما أثبته الله سبحانه وتعالى وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت نسكت. فهذا يعني خلاصة هذه المسألة. في الحديث أيضا يستفاد يعني منه إثبات صفة العلو، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وإن كان فيه إثبات صفة النزول ولكنها أيضا تتضمن أن الله سبحانه وتعالى علي، لأنه النزول يكون من أعلى إلى أسفل. وفي الحديث فائدة ومسلك إيمان هام، وهو يعني دليل على يعني سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعفو الله سبحانه وتعالى، ويعني أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده ويغفر لهم ويقيل لهم العثرات ويلبي لهم الحاجات، فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر متكرر في كل ليلة، ولكن للأسف يغفل الناس ويعني يتركون هذا الوقت الذي فيه من الخيرات ومن البركات ومن النفحات، فما بين نائم وما بين عاص وما بين يعني إنسان يلهو ولا يستغل ولا يعني يعمل في هذا الوقت إلا الموفق وإلا الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالخيرات. فهذا مسلك إيماني هام، ولذلك قال بعض الناس لا ينبغي للسلفي أن يكون مجادلا عن نزول الله سبحانه وتعالى وهو يعصي في وقت هذا النزول، وهذه مصيبة. احنا نجادل عن صفة النزول بينما في نفس هذا الوقت انا مقيم على المعصية، فهذه مصيبة، يعني يكون كلام بغير عمل. فلو كنا قد امنا حقا بنزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل، واعطينا لهذا الوقت حرمته، واعطينا لهذا الوقت افضليته وفضيلته، فلنستغل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي الدعاء وفي التوسل إلى الله عز وجل، وإن كان حتى شيئا يسيرا، يعني لا يخلو ليلك حتى من دقائق معدودة تدعو بها أو تصلي ركعات حتى ولو خفيفة ويسيرة وبسيطة، ولكن لا تغفل في هذا الوقت، والعكس لا تقم على معاصي الله سبحانه وتعالى وعلى غضب الله سبحانه وتعالى. ويعني لذلك يعني قال الشيخ محمد خليل هراس، ومعنى هذا أن النزول صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءهم لا يماثل استواء الخلق.
ثم راح بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية يذكر بعض الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، فقال: وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقال: وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ولعل الصحيح وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانتين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذه رواية رويت يعني هذه الطريقة التي كتبت في كتابكم آزلين، والأصح يعني بالهمز والفتح، يعني فتحة همزة وعليها فتحة وليس مدا، هذا الأصح الذي ثبت في غالب الروايات. أزلين وهيأتي معنا معناه أزلين. أزلين لا مش أزلين، أزلين فتح الهمزة وفتح الزاي. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وليس فرح الله سبحانه وتعالى من يحتاج لتوبة العبد، ولكن هذا يعني كبقية الكلام في بقية الصفات، فهي صفة حقيقية نثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. والحقيقة أن غالب الفرق التي يعني حرفت صفة الفرح والغضب والعجب ونحو ذلك، لأنهم يعني يعرفون هذه الصفات بألفاظ لا تجمع معنى الكلمة، فيقولون الفرح هو البهجة والسرور، ويعرفون ذلك بأن الإنسان يعني عند الفرح والسرور تظهر أسنانه وينفرج فمه ونحو ذلك، فكيف يحدث هذا لله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنهم وقعوا في نفس الأمر اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك في صفة الغضب، أنهم يفسرون هذه الصفات بمعانيها. والحقيقة أن صفة الفرح وصفة الغضب وصفة العجب هذه معاني لا يمكن أن تحد بتعريف دقيق مفهوم، لأن هذه الصفات يشعر بها الإنسان أكثر منها معاني مادية يمسك بها. ولذلك في غالب التعريف التي تعرف هذه الصفات بتعرفها بظهور بعض آثار لها أو بعض علامات تدل عليه. يعرفون الغضب بأنه فوران الدم، هذا ليس تعريف الغضب، ولكن هذه علامة من علامات يعرفون الفرح بأنه البهجة والسرور وظهور ذلك على الوجه، هذا أيضا علامة من علامات الفرح وليس تعريف حقيقي للفرح. وكما أن يعني القاعدة كما أن الله سبحانه وتعالى ذات لا تشبه الذوات، فله سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، كما أن ذاته مختلفة كذلك ففرحه مختلف، ولا نستطيع أن نقول كيفيته كذا ولا يحدث كذا، ولكن نؤمن به على ما جاء من يعني المعنى الظاهر لنا أن الله يفرح، ولكن هو ليس فرح أشر وبطر وظلم وخفة ونحو ذلك، هذا ليس في حق الله سبحانه وتعالى. ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يجب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وهذا الذي قالت به الأشاعرة، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل. الأشاعرة وقعوا في اضطراب غريب في هذه الصفات، يعني قالوا أن الفرح هو الرضا. طب الرضا بقى أخبروا إيه؟ قال لك الرضا هو إرادة الثواب، فيعني تشعر ان هم بيلعبوا بالناس. طب يا جماعه، طب الرضا مش انتوا قلتوا الرضا، هل هو الفرح هو الرضا اصلا؟ الرد عليهم لغه ان الفرح حتى لغه بخلاف الرضا، وكذلك ايضا حتى عرفا الفرح يختلف عن الرضا، فالفرح قد يكون بشيء غير ممدوح، قد يفرح الانسان لظلمه بعض الناس، وقد يفرح الانسان لانه اخذ حقا من الناس، وقد يفرح الانسان خفه، ولكن الرضا لا يكون إلا عن حق، الرضا لا يكون إلا عن حق. ولذلك هم يعني حدث منهم اضطراب شديد في هذه الصفات، ولغة قولهم باطل، والأدلة أيضا واللغة تثبت أن الفرح بخلاف الرضا.
ولو تنزلنا معه وقلنا أن الفرح هو الرضا، والرضا هو إرادة الثواب، فنقول هل رضا الله سبحانه وتعالى كرضا المخلوقين؟ وهل إرادة الله سبحانه وتعالى كإرادة المخلوقين؟ أكيد طبعا لا. فإذا ما كان بالنفي يبقى إذن فرح الله سبحانه وتعالى ليس كفرح الإيه؟ المخلوقين. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك، وهذه من الصفات الفعلية. أفاده هذا الحديث على المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ولا يشبه المخلوقين في ذلك. الفرق الأخرى قالت الضحك معناه إرادة الثواب، والجواب عليهم أيضا هل إرادة كإرادة الله سبحانه وتعالى؟ نفس الجواب في صفة الفرح. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، فهذا لأن الله يعني هذا الأول قتل مؤمنا ثم بعد ذلك هذا الكافر آمن وأسلم فدخل يعني الجنة بعد ذلك بإيمانه، ولأن الله سبحانه وتعالى كفر عنه خطاياه التي يعني كانت قبل الإيمان وقبل الإسلام. ولذلك قال الشيخ الراس فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، وكان ذلك من الأمور العجيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح أيضا في بعض الأحاديث أن النبي قال لرجل من الأنصار وزوجته أن الله قد ضحك من صنيعكما ليلتكما، هذا ورد في بعض الأحاديث الأخرى. فتأويل الضحك بالرضا والقبول وأن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه، ليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعتزلة بيقولون في صفة الضحك وفي صفة الفرح، هذا يعني الشيخ الراس هنا بيجمل ولم يفصل أن هذا قول الأشاعرة وأن هذا قول المعتزلة. تأويل الضحك بالرضا أو القبول ده قول الإيه؟ الأشاعرة. قول المعتزلة أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه. فاهمين الحتة دي يعني إيه؟ يعني أن هذا الأمر الذي حدث هو أمر يضحك منه، بس برضو لا يضحك الله عز وجل منه، يعني يضحك منه عامة. هذا الأمر الذي حدث يضحك منه عامة، يعجب أو يعني يحدث العجب منه عامة، يفرح به عامة. فرح العبد ليتوب شيء يفرح، ولكن هل يفرح الله عز وجل به؟ لا لا، ما يقول لك لا يفرح الله عز وجل به، أمال إيه من لا يفرح؟ قال لك هو يفرح به عامة، حدث حادث إذا حدث فإنه يفرح به، فإنه يغضب منه، فإنه يعجب منه. فلذلك يعني هم في حقيقة الأمر نفوا الصفة تماما عن الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر في صفة يعني العجب لله سبحانه وتعالى، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب يعني الصحيح غيره، والغير بمعنى التغيير وتغيير الحال ونحو ذلك. فقد ييأس بعض الناس من الظروف والأحوال فيقنط من قرب خير الله سبحانه وتعالى وتغييره للأمور وأنه يغير الأحوال ويبدل الأحوال ونحو ذلك. ينظر إليكم أزلين قنتين، يعني وهم قد يعني قنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعندهم من الشدة والضيق جمع آزل، أو وهي من الأزل عنده شدة وضيق وقنوط من أن الحال يتغير ونحو ذلك، فيقول فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهذا حديث يعني حسن. وكذلك صح أيضا في بعض الأحاديث الأخرى وإن كان ضعفها بعض العلماء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعجب من شاب ليس له صبوة، شاب ليس له شهوة ورغبة للنساء ونحو ذلك، وهذا مما يوجد في سن الشباب، فيعني يعجب الله سبحانه وتعالى لهذا الشاب.
وفي بعض القراءات وهي قراءة حمزة والكسائي آية يعني قول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون قرأت في قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير لله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ الراز في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله، وهو من كمال لأنه ليس ناشئ عن قلة علم أو جهل، حاشا لله سبحانه وتعالى. ويعني كذلك أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى عباده فيرحمهم وينزل عليهم أثار هذه الرحمة ويرفع ما بهم من الكرب وينفع ما بهم من الغم والهم والحزن. فلذلك إذا انضم إلى ذلك يعني من فرج الله سبحانه وتعالى ومن يسر الله قوة التجاء وطمع في فضل الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. ولذلك هذا الحديث فيه إثبات لصفة العجب على ما أقر أهل السنة والجماعة بذلك. وهذا يعني ما نتوقف عنده إن شاء الله في المرة القادمة، نبدأ من قوله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.